كان حزن نوبة ونا نوبة آه يا معنا الحلول نزلوا لما النهاية. تم يا قمر تم يا قمر. يلا المستشير ترى اذا القاع ما تشيلكم قلوبنا من ناس حي والدوم يا طول العمر حي والدوم حنا بوجهك من عيال معيوف يا اخو هيفا أنا سبق وقلت أنتم بجيرتي حتى لو كان السلطان أبو تاج هو اللي طالبكم دونك قهوتك كفو يا أخي هيفا كفو يا ما قلت يا نوري يا ما قلت عقب السمن أحرس يا راعي الغنم لكن قمر وان صدقوا إن تل الحلاوة يقدر على راس الهقط صدقوا انه بتم باروده يقدرون يردون جرود المعيوف لكن اللي صار شيء براس العيل يا نوري شيء براس العيل بنيه والشيوخ عقب ذبحنا للعاصي وباقي العيال بالخان رحلوا من ديرتهم يا شيخ بنوا بيوتهم قبالنا جونا في الرئيس وحريم وحيال وناو أخونا يوم ويومين وثلاثة واسبوع وشهر قطعوا عنا الزاد والماء قطعوا عنا كل شيء كل شيء يا أخو هيفا وإحنا محاصرين داخل الخان وليه ما أرسلت ورانا مدام حالكم الحال ما هقيت انهم يبقون قبال الخان ازود من اسبوع نفذ البارود ونفذ الصبر دخلوا علينا يا شيخ دخلوا علينا لكن الاعمش
تهيف هرب. واحد أنا يقول لي تهيف هرب. له جني تندخل الخان وما نلقاه. قبل لا تسأل روحك شلون هرب الأعمش. ساير روحك يا أخوي يا سندي شلون هرب قمر هو والإنجليزية أم الحياه. على هونكم يا شيوخنا على هونكم. أريد أسمع وش تبين يا خواتم عيوف؟ دم العاصي يا بنية، دم ولدي يا بنية، دم عيالنا يا أخوان عليا، دم عيالنا اللي انهدر رخيص. نبي راس الأعمش وقمر والدهب الإنجليزية، ودون ذلك جثرين عليكم الجلسة بمجالس رجال يا رجال. زين يا خواتم عيوف زين، هذا انتم عرفتوا شيب ابن الحريم. الروس الثلاث ما ينقصن راس، الروس الثلاث يا شيوخنا ما ينقصن راس. حنا ندرى وين الأعمش تنجيب راسه ولا قمر وهذا الداب الإنجليزية. البشارة يا بنية، البشارة يا ابن المحزم. كل يا عقاب كل. قمر والأعمش والإنجليزية زابنين عند النوري. هذا حنا عرفنا هو نعدانه، اعدانه تجمعوا بفريق واحد. نبي ثار الأولين والتالين، نبي ثار الكل. وشو شوركم يا شيوخنا؟ وشو شوركم؟ نقعد ولا نغزي؟ لله لله يا الربع، نغزي وما بح عنا شور ثاني. لله ما عنا. هل هلن يا خواتم عيوب، هل هلن هل هلن. ما هقيت هذا تدبيرك يا ولدي، لو انك طالب دخالت المعيوف والمزايدة، أو إنك تافعنا الخوة ما صار اللي صار. غريت يا أمه، غريت. صدقت إني بسم بارودة أقدر أمنع من يقرب الخان. الأول يوم تسنت عاقل، منعت الدم بين النزلين يوم نازلت مناور، والحين انغرت وهذه تاليتها، هذه تاليتها. قاعد تدفع النزلين الحرايب والخسو والدم. مقدر ومكتوب يما، مقدر ومكتوب. مساكم الله بالخير. بالخير يا شيخ. اسمع يا خاتمة، انت نخيتني وانا لبيتك، لكن لي عندك طلب. سم يا شيخ. ابيك تاخذ حرمتك الشام. ليه يا شيخ؟ اسمع يا قمر، هذه الحرمة غريبة، وان كانت صارت حرمتك خاف ان صار عليها شيء يزيد عدانا عدو. شيخ نوري، انا الحين واحده منكم واريد ان ادخل هذه الحرب كواحده من حريمكم. كفو يا خيي، كفو كفو. لكن انت تبين فودنا بحق صغير من عربنا وتروحين الربعج. ما بالعربة تقول ان الشيخ نوري الهزاع بتالي ايامه صار يحارب لخاطر الإنجليز. زين يا شيخ زين، لا عاد نمشي باتسر، لكن أبي أكون هان قبل لا يلتقي الفريقين يا شيخ. هي بعون الله وعدك أن أوخر الوقع لين ترجع. زين زين يا شيخ. Thank you.
مساك الله بالخير يا بنية. هلا هلا بنظر عيني. شافاني النوم. ليتني هو تنام بعيونك. وشو اللي شاغلت انت يا بنية؟ وعرسنا اللي ما هقيت يقوم. الأولى سالفة قهر، والثانية ذبحة العاصي والعيال، والثالثة سالفة عيال غانم، والحين غزوة النوري. ومن يدري من يدري وش مخبى بعد. تدرين عقب كل هذا اللي صار، ساعات أحس أن ربنا مقدر لي ما أدخل عليه قبل لا أخذ بثار أبوي وأذبح النوري. أدري يا بنية، أدري إن هذا من قلبك، لكن أنا خايفة. لا النجود ما تخاف. ماني خايفة من شيء، لكن قلبي كامش. هدي خاطرة سن نجود، هدي خاطرة سبعد روحي. ما هي إلا دورة بإذن الله، وجزة رقبة النوري والروسة اللي طلبتها الحريم، نرجع لديرتنا الفرح فرحين. مساء خير يا بني، مساء خير. اقطع ايدي، ان مكان شعلان هو اللي هرب لعمش، وان مكان سلمان هو اللي هرب قمر والبرثة الانجليزية. اي اي وانا من رايت شو من رايت، لكن وين يبون يروحون مني؟ وين؟ والله والله لو صار لهم جناح وطاروا وانا الذيب الامعط غير اجيبهم من سابع سما. اسمع يا صلفة يا خية، اسمع يا ميمة، من سابع سما اجيبهم من تحت القاع وانا قهر ولد الزبل. ابتسي يا خي، ابتسي يا ام عباس، لان ورحمت العاصي، هذا اخر ليله تبتسين بها. اي يا خي اي، لان لياليت من باسر وبعد هلا هيل باذن الله. صلفه صلفه يا بعد سبدي بحري، وعيون ميمتت وعيون ميمتت، هلا هيل ان شاء الله. ليت بي قمر حرمت يروحون على الشام يا نوري. يا جنبه الغزو هذا غير اني وجوده بين الفريس يثورهم. سالفته ويا مناور وابن هجيس بعدها ما ماتت. قولي لي يا أهلي، وش اللي تبينه من الدنيا؟ اللي كنت تبيه من هالدنيا قضيته يا نوري يوم تزوجتك. لكن ساعات أقول لو والله عطاني ولد منك تكون حياتنا غير. قول لي أنت وش اللي تبي؟ أنا ما أدري ليه بقالي يومين ما بفكري غير الموت. طولة عمرك.
الله يجعل يومي قبل يومك يا نوري. لا حتى بيسمع الكلام منك. لله الموت حقه كل ابونا واردينا، لكن المهم الحلم اللي صار لي ليلتين اشوفه ومعذبني. شو من حلم؟ قول. حلم حزم قبالي وانا اطعنها بسيفي وحيونها رمدانات، لكن الغريب يوم اطعنه يضحك يقول لي: تدري ليه اضحك يا نوري؟ تدري ليه اضحك عليك؟ اقول له: ليه؟ يقول لي: لاني عرفت ذباحي. انا عقيد وذباحي عقيد، لكن انت يوفي ضحك لين يقطع به النفس ويموت. ما بيك تفكر في هالحلم، مو كل المنامات تصدق يا نوري. لكن هذا الحلم غير يا حليم. انت وعدتني يا شيخ، وعدتني ما من غزو الينا ارجع. وعن الله يا قمر، وعن الله. سلم عليك يا وتقول العلوم ان الحرب بين المزيد والمعيوف واقعة معنها. زين، هذه علومة سر الخاطر. الربحة والأولين خلصونا من عدو، والربحة والتالين خلصونا من عدو، وهيج يكونوا ضعفوا بعد هذه الوقعة. انت هذا شورك؟ الشور نقعد ونشوف. هذول عدانا وكفونا شر بعضهم. أبا أتمنى كان هيبة ماني، أبا أتمنى كان هيبة ماني، صفرة صهاط اللون قبى طليعي، وسروال تومان ومثل الشطاني، ومصقل مثل الثغر له لميعي. أبي ليا لحق الطلب له غواني، والخيل معها النوري والجميع، أردها وإن كان ربي هداني، من المعرقة ياتي على الخد ريعي. النوري لك يا بنية. هو لي يا شيخ، هو لي، تبشر بعزك. يلا يا رجالنا، وكلوا الله على الغزو. يلا يا محلى محلى بيت الوصيل، يا محلى محلى انا بعزك، مع سلمتك ما تجيلي على العدو عينك راك، يا بنتي على الوصيل. Thank you.
وش تقول يا شيخ؟ نلقاهم هان أو برا نزل؟ الله يا عبيد، نلقاهم برا نزل. لعاد نهير العطفة. العطفة والعمارية بعد. ومن تبي عماريتنا يا شيخ؟ وبه غيرها على كل بنات المزيد. من تقصد؟ زلخ، زلخ أخ الذيب. لعاد نهير العطفة والفريس بعد. الكل يا عبيد، الكل. تم يا شيخ، نسلم عليك. الله وياك. سلامك يا القاصو، من ساعة اللي دخلت علينا وانت ساكت. عسى خير يا اخوي. اش تبيني اقول يا نوري؟ اش تبيني اقول؟ انا ضيعت الاولي والتالي، صرت بحال اللي يبعد الموت عن روحه. انت بامان يا اخوي، انت بامان، ولك علي بعد ما نرد المعيوف أبني لك الخان من جديد. كفو كفو يا راعي الأول، تحريبة يا أخو هيفا، تحريبة. قمر، أظن أن النوري بعثنا للشام لسبب غير اللي قاله. وشو السبب؟ لا أظن أنه يخاف أن تدخل أنت هذه الحرب لأنك المطلوب الأول فيها. أنت هذه أقوتت؟ أكاد أجزم، لأنه لو أراد حمايتي لبعثني مع دليل وليس معك. يا حيف يا نوري، يا حيف. ربما لأنه يحبك كابن له أو لخاطري عليا زوجته. بكل الأحوال، ما رأيك أن لا ترجع إلى البادية؟ مرجع البادية؟ إيش تبيني أسوي؟ تبقى معي في دمشق، نشتري منزلا نزرع فيه الياسمين والكب. يكفي ذا الحدسي، يكفي. ارجع البادية قال. قومي قومي، خلينا نمشي. قومي قومي. قمر الان؟ اي الان، لزومه وصلت فرجع الديره. ما هو قمر اللي يقبل ان الناس تذابح بسببه وانا قاعد مدلي رجليني بالشام. خلينا نمشي. يا الشيخ، وش العلوم يا ذيب؟ جرد المعيوف مقبل علينا. بلغ عبيد والربع بالعلوم، لازم نسبقهم قبل يوصلونا. تم يا الشيخ، تم. نوري عي أمشي وياه للحرب، قال هذه حربي وما بي أحد يقاسمني النصر بها. المزايدة مشوا على راسه من نوري وعبيد وذيب وبقية الفريس، وتقودهم العمارية زلخة.
المعيوف جوهم وعلى راسهم شعلان وسلمان وبنية وقهر وعقاب وعماريتهم أنجو. تلاقى والجردين وعلى غير العادة بدأت الحرب بليم نازلة بين الفريز. كان النوري خايف، خايف أن يصير عليه مثل ما صار عليه قبل حين خسر المناول والنازلة. ولهالسبب أول ما شاف جرد المعيوف دحم عليهم وكانت زلخة تحدي. يلي تدور على القمر أسد وحنا حروته، تبع الخلاوة وقف عليه والتبع ياكل قلوته. يلي تدور على القمر أسد وحنا حروته، تبع الخلاوة وقف عليه والتبع ياكل قلوته. ونجود كانت ترد عليها وتقول اليوم اللي يحز براس النوري براس أبوه. لكن 25 حول كانوا كوم، وهذا اليوم كان كوم ثاني، لأن بنية ما قدر يزور راس النوري. قهر وعقاب كان لهم غاية ثانية بهالحرب. قهر وعقاب كانوا يبوني أنا وقمر، لكن وين ودهم يلقون أنا وقمر؟ قمر كان بشام وأنا كنت بالنسل. يتمتك قبل لا تنولد يا ابني، حربت من ذات يبقى تدري انك تشبهني. انا مثلك جيت عالدنيا ما بها احد اقول له يبقى، وخذيت بثارك ما اكون النول هالساح لو ما خذيت به. 23 حول وانا انتظر هاليوم، بالاخير حرمتني حتى من ثاري. تدري يا نوري، من يوم كنت صغير ونرسم لابوي صورته ببالي، واللي ذبحني ان الصوره اللي كنت ارسمها كانت صورتك يا نوري، صورتك ذبحها ابوي. من هو ذباحي؟ هجيتك تعرف يليت قضيت بسيفك ولا قضيت بارودة شبان.
انصاري. حرمتني ثار ابوي. ابي ثار يا دوري. ابي ثاري. ابي ثاري. حرمتني ثار يا ذبح ابوي. حرمتني ثاري. It's all my fault. I should have never given you the rifles. My objective was to protect our post in the inn. And here you are, the results. A massacre in the middle of the desert and a major ragging war in the near future among Bedouins. And don't forget that those people are still subjects for Sultan and Ibrahim Pasha. I don't think he is going to be pleased with these news. What are you suggesting we do next? One thing, and one thing only. You go back to where you came from and leave the tasks of the men to the men. I will send a letter to the Foreign Office of this regard. As of this moment, you are nothing here but a tourist. You are firing me from my job? This is for the best interest of the Empire. Good luck, Miss Anne. هلا نمشي يا جبر. زين، نسلم عليكم. Don't forget to get rid of this Bedouin. You don't need him anymore. يا ونتي ونت كثير الأجبار، لا وقف ما احتال، يا قحد ون عليك يا شباب ضو المنارة، عليك ترفات الصبايا ينوحن، من مات عقب نوري قنا ودارة، لباتشي ينعقبه ولا قايل من عقب ذبحة المعيوف للمزايدة همت على وجهي، وكل ليلة أنام وأنا ماني مصدق إن راسي بعدها على تستوفي من سيوف المعيوف. آن وعقب ما طردوها من القنصلية هربت من قمر بالشام،
اختفت سنها ما كانت، وعاود قمر لديرته المزايدة، وصار حالة مثل حالة معيوف، شيخ للأرامل واليتامى. بنيهم من عقب ما انذبح النوري بذيك الرصاصة الطايشة لزم خربوشة، وما طلع منه لليوم. سلمان باق صرة الحج من شعلان، وهذا اتهمه بها، لكن ما أثبت عليه شيء. حرمة سلمان الأولى ماجدة جابت عيلها وسمتها قرينيس، وهي الحين حرمة طلال المر. قهر وعقاب للحين يدورون ثارهم مني ومن قمر، لكن الشيوخ ما طاوعوهم بهالشان. تشيزني سيس مراكبه بالفرات ونجح مشروعه، والتالي الكل شرب فنجانه، اللي شرب حلو واللي شرب مر واللي شرب بن. وأنا من اللي شرب فنجانه ده. يا عرب عفنا الدار، يا عرب عفنا، خله يعل البوم يلعب جاه. الدار مثل البنت لو كشف مغطى، العاد ما تدري عواقب رجاله. الدار مثل البنت لو كشف مغطى، العاد ما تدري عواقب رجاله. العاد ما تدري عواقب رجاله.
سرها المفضوح، ألها نزوم الخير.